إذا أعلن الجهاد في الجزائر هل يجب الجهاد ما هو الحال في أفغانستان؟ من الذي سيعلن الجهاد في الجزائر، القوي أم الضعيف؟ الضعيف. إيه، والضعيف يستطيع أن يجاهد؟ لا يستطيع. سامحكم الله. اللهم آمين. سامحكم الله. اللهم آمين. ما اعتبرتم بما وقع؟ نعم. ما اعتبرتم بعد بما وقع في الجزائر وقبل الجزائر سوريا وقبل سوريا الحجاز؟ صحيح، كله صحيح يا شيخ. من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. صحيح. لماذا لم يقم الجهاد في مكة المكرمة في عهد النبوة والرسالة؟ جزاك الله خير. بارك الله فيك. وفيك بارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.